الفيلم اتكتب واتحضر وننزل نصوره في تقريبا 3-4 شهور، لان الفيلم الناظر ده، لانه كان كل حاجه متوفقه، كل حاجه ماشيه. نفكر نعمل كاستنج للليمبي، فنلاقي 10 بنعمل لهم اوديشن، ونختار محمد سعد اللي ما كناش متوقعين ان محمد سعد ممكن ينجح في فيلم في دور الليمبي في الاوديشن، لانه احنا اول ما شفناه قلنا هو ده الليمبي. الليمبي مكتوب على السكريبت، احمد عبد الله كاتبه، ولكن الادوار الثانيه اللي امتحنا فيهم ممثلين ما نجحوش قد ما نجح محمد سعد، اللي اخر حاجه عملها كان الطريق الى ايلات، فما كانش باين. المقربين قوي هم اللي يعرفوا ان هو كوميديان، بس هو ما كانش يبان ان هو، الجمهور ما كانش يبان ان هو كوميديان. ولما نجح في الليمبي وعمل بقى افلامه كلها في الفارس كوميدي وكده، الناس ما كانوش مصدقين او ما يعرفوش عنه الجانب الاخر، انه ممثل مهم، زي ما عمل مثلا الدور اللي في فيلم كنز، او افلام الادوار اللي عملها كانش بيضحك فيها. ها طرد بتاع ده يجيب ايه؟ ما تحترم نفسك بقى وتتلم بقى، شطفك هنا في الاسانسير ده. في اول فيلم يتعمل، في فيلم ريكوردر وفيلم برينتر، كان في فيلم الناظر، واول دولبي ديجيتال في الوطن العربي كان في فيلم الناظر، واول تروكاج حصل بالتكنولوجي دي بالسفر بره وتحمد بره وتعمل شيء الصوت بره وكل الكلام ده كان فيلم الناظر. فالناظر محقق ريكورد، مش بس في ان هو موجود في التاريخ في خانة الألفة في الأفلام الكوميدي، لا، هو كمان في مجموعة الصناع اللي حواليه، في النجوم اللي حواليه ورا الكاميرا، ان هم بقوا معتز الكاتب اللي منتج الفيلم، أيمن أبو المكارم اللي صور الفيلم، محمود بركة المهندس ديكور، كل الناس رؤساء الأقسام اللي في الفيلم دول بقوا نجوم، زي محمد سعد واحمد حلمي وعلاء ولي الدين الله يرحمه، وناس كتير قوي طلعوا من الفيلم ده منورين ادوارهم وافهاتهم لغايه دلوقتي. طبعا عم حسن حسني اللي هو كان احنا قعدنا اكتشافه في فيلم عبود على الحدود، وده انا كنت بقول الله يرحمه لغايه قريب، بقول له انا اللي اكتشفتك، سيبك من افلام اللي انت عملتها قبل كده. طبعا هو عظيم وعمل افلام مهمه وابدع مع الراحل عاطف الطيب في افلام عملها له مهمه، وكان ولسه كنت بتفرج له على دور كان عامله في رأفت الهجان، كان عاجبني قوي اليهودي فالحقيقه احنا محظوظين بافلامنا، بايامنا، بالصناعه، بالكواليس، بالذكريات اللي احنا حققناها في الجيل بتاعنا، واحنا بنبدا حقبه زمنيه في السينما المصريه مهمه، في افلام مهمه اتعملت، الحمد لله ان هي عايشه لغايه دلوقتي. لا، احنا ما كناش بنعرف نصور، يعني حرفيا المشهد اللي يبقى فيه احمد حلمي ومحمد سعد وعلاء ولي الدين وحسن حسني، وطبعا الله يرحمها اسمها ايه، كشري، المشهد ده يعني الشريف بيبقى عامل حسابه انه عارف انه مش هيخلص اليوم، من كتر الكريزي الضحك اللي بتحصل، من كتر الافيهات اللي بترمي على الهوا، وطبعا هم كلهم محترفين ومعظمهم بتوع مسرح بقى فيعرفوا امتى يلاقوا الجاب اللي يخش يقول افيه، فالعلاء يضحك يقع على الارض، نعمل كات ستوب خلاص هنعيد تاني. ومشاهد كتير قوي، شطات كتير قوي، لو شريف ما كانش عامل عليها كنترول احنا كان ممكن الكريزه دي تقعد يوم ونفركش وما نصورش المشهد من كتر كميه الضحك اللي احنا بنضحكه. انا افتكر انه ايمن ابو المكارم كان بيقف على الكاميرا بتتهز من الضحك، لدرجه ان هو جاب فوطه سوداء وحطها على الكاميرا وهو بيصور عشان الناس ما تشوفوش بيضحك، فيحصل للممثل عدوى فيضحك هو كمان. قوام ايه؟ حتى مشيتك مشيت وزه من الزغطه. ارجوك يا استاذ بلاش الكلام الجميل ده، عشان انا لوحدي في البيت فرصه الضياع كبيره قوي. علاء ولي الدين غير اجره بعد عبود على الحدود،
يعني الأجر اللي كان متواضع في قبل لما يبقى بطل ويشيل بطولة فيلم في عبود على الحدود نسيناها تماما. الحقيقة مش هقول لك انا نسيتها ولا هو نسينا، احنا الاثنين نسيناها تماما واحنا بنمدي الناظر وبنمدي ابن عز بعد كده. فكان اجره في عبود على الحدود حاجة واجره في الناظر كان حاجة تانية، فده طبيعي. لانه لو انا بالرغم ان انا كنت ماضي معايا ثلاث افلام وانا بعمل عبود على الحدود كمنتج، ولكن ما شفناش العقد ولا القيمة اللي موجودة في العقد بعد نجاح عبود. لانه طبيعة الحال لما الفيلم يعمل الايرادات دي كلها الغير متوقعة، مش معقول احاسبه على اجره في عبود على الحدود، او حتى لو كان هو ماضي معايا بعد عبود افلام تانية. لكن قطعنا العقود وعملنا عقود تانية بأرقام تانية بأجر تاني لعلاء، لأن الفيلم حقق إيرادات يعتبر كانت بمثابة في الوقت ده أرقام كبيرة جدا بالنسبة للفيلم الأول مرة حد يشتغل في السينما. أحمد حلمي كان واخد في الناظر اعتقد 20,000 جنيه او 25,000 جنيه، لان هو كان عامل معانا عبود على الحدود وكان برضو واخد 15,000 جنيه في الفيلم الاولاني. حسن حسني كان واخد 23,000 جنيه في فيلم الناظر، كان عامل الفيلم الاولاني ب 12,000 جنيه 15,000 جنيه، وده كان اجره. حسن حسني كان اجره في السوق 15,000 جنيه، لما ضرب بقى 23,000 جنيه، ده كان رقم كبير بالنسبة للسينما. وفي نفس الوقت لان ما كانش في سينما، الناس كانت بتنشأ. يعني كان انا لو رحت وقلت لعلاء ولي الدين انا هعمل لك فيلم بس تاخدش فلوس خالص كان ممكن، لو قلت له تعالى اعمل الفيلم ولو معاك قرشين شايلهم اصرف معايا على الفيلم كان هيعمل كده. فشريف عرفة النهاردة قال لي لما كان معنا في عبود الحدود واتفقنا على أجره اللي هو كان أكبر أجر مخرج في الوقت ده، كان ممكن يخش يشارك معنا في الفيلم، بس أنا طلبت إنه الفيلم ده يبقى بتاعي أنا، محدش يصرف فيه محدش يشارك فيه. واتعرض عليا، اتعرض عليا بقى مش من ان هم شايفين الحقيقه، بس ان هم شايفين الفيلم هيضرب ويعمل، محدش كان متخيل ولا متوقع ده، بس كانوا بيشفقوا عليا انه يعني انا شايل الفيلم لوحدي وان انا بنتج الفيلم لوحدي وبقف جنب صاحبي علاء ولي الدين ومقتنع بيه، مش داخل اعمل له الفيلم عشان عايز اعمل له فيلم لمجرد، لا انا 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 حاسس ان هو متشاور عليه، ربنا مشاور عليه، حاسس ان نيته كويسه، حاسس ان ربنا مش هيخسرنا لو ما كسبناش. لكن جه ربنا فضله عظيم وكسبنا ونجحنا وكبرنا، وكان ده اساسه الفيلم عبود على الحدود والناظر. وبعدين يعمل عاشور، هذا الطاغيه الناظر اللي كان اللي في عصره كان فيه الكوربشن او الفساد، وبعدين يعمل صلاح الابن اللوزر اللي مع شخصيته معدومه من بتاع، وبعدين يعمل الام اللي فيها كتير قوي. وكان علاء رحمه الله عليه دايما يتكلم، انا طبعا شفت ام وشفت علاقتهم ببعض قد ايه، كانوا صحاب هو وامه، ست فاضله ست مربيه، علاء واخواته تربيه فاخره من العيال التقيل يعني. فكانت دايما ابنها المدلل المفضل علاء في الهزار معاه وبضحك، فكان تقريبا الكيمستري اللي بينهم هي اللي موجوده بين صلاح وجواهر في الفيلم. فحتى الشخصيه كانت بتلبس ازاي، وبرده امه كانت وزنها كبير، فكانت شبه تقريبا الجواهر ست والدته رحمه الله عليها، يعني ست فاضله كنا نروح تقعد تعمل لنا اكل وتدلعنا كده ونروح عند علاء في البيت، احلى اكل تاكله عند علاء في البيت واحلى طبيخ تطبخه امه، كانت ست عظيمه يعني. ويوم لما عرفت ان احنا هنعمل له فيلم عبود على الحدود وان ابنها هيبقى بطل وهيبقى دور اول وعنده بطوله فيلم وبتاع مش عارف ايه،
كان سعادة الدنيا، سعادة الدنيا. احنا كنا قاعدين في اليوم ده منساش على الارض، كنا بناكل، وبعدين بعد ما كلنا قرينا الفتحة ان احنا هنعمل عبودة الحدود، وسمعنا زغاريط. طبعا علاء كانت الحتة دي عنده قوي، اللي هي التفاؤل والتشاؤم والفال الحلو، وسمعنا زغاريط جاية من العمارة اللي جنبنا ولا من الشقة اللي جنبنا ولا بتاع. فعلاء فرح جدا وقال لي اهو فال، اهو زغروطة الناس بتزغرط وبتاع. قلت له ايوه ده فرح جنبنا، مش للضروره ان الفيلم هينجح يعني. قال لي لا ما تقلقش ان شاء الله خير. قلت له لا انا مش قلقان، انا عايزك تركز ونعمل اللي علينا والباقي على ربنا، احنا داخلين بنية كويسة وانا واثق فيك يا علاء، واثق في قدراتك، واثق في حب الناس ليك. حتى في الادوار اللي كان بيعملها صغيرة، كانت انا عمل معايا فوزير ابيض واسود السنه الثانيه، السنه الاولانيه كان هنيدي واشرف عبد الباقي، السنه الثانيه كان علاء انضم ليهم هما الاثنين، فبقى الثلاثي ده اللي الناس دايما تشوفهم مع بعض وشاور عليهم، خصوصا هنيدي وعلاء. فكانت في رد فعل من الجمهور اللي بنشوفهم لما نروح مكان او بتاع، الناس بتضحك لعلاء قبل لما تسمعه يقول حاجه. يعني اول ما يقول لحد مثلا عايزين ترابيزه نقعد فيها، فيقول له تعالوا جوه احسن عشان الناس ما تسلمش عليك وبتاع، يقول له تقعد جوه تفتكر؟ طب وحياة باباك احسن جوه ولا بره؟ وحياة باباك دي كانت بتوقعنا من الضحك اصلا، ان هو مجرد نقول وحياة باباك. ففيك عنده لازمات كده، كان الناس العاديه في الشارع من غير ما يقول، اول ما يشوفوه طلته بس كانت بتضحك. فانت عايز ايه بقى؟ ان انت لما تجتهد وتعمل اللي عليك وتصرف على الفيلم كويس. نرجع بقى لصوت العقل والضمير في اختيارنا لهشام سليم. هشام سليم نجم، وادواره معروف عنها ان هو فيها من الراية البيضاء، من امبراطورية ميم اصلا. فتخيل انت بقى رمانة الميزان دي لما تيجي تتكلم عليه ان هو هيجي يسند في دور في فيلم الناظر بطولة علاء ولي الدين. فانا متخيل ان هو كان يا اما يشتمنا لان هو عمل بطولة افلام. هشام سليم عمل بطولة افلام، طلع مع شرهان في فيلم كريستال وعمل افلام كتير. فالنهارده تجيبها له ازاي بقى؟ تكتبها ازاي يا حسين دي؟ فالحقيقه جراءة من شريف عرفة ان يبعت له الدور، لقيت بيكلمني هشام سليم. قلت بس هشام سليم بقى دلوقتي هيقول لي انت ازاي تبعتوا لي انا دور زي ده واطلع مين يعني. طبعا هو شاف عبود على الحدود وسمع نجاح اللي عمله علاء في فيلم عبود على الحدود، فلقيته بيكلمني بيقول لي انا عايز اقابلك، انا شريف بعت له البتاع واتكلم معايا وحكى لي الدور، وانا قريت الفيلم. والحقيقه انا اخجل من ان انا ارفض فيلم زي ده. هشام سليم بيقول لي انا عن فيلم الناظر ان هو يخجل من السيناريو اللي قراه انه يرفض فيلم الناظر. فشجعني جدا وبدات اقول لا الحقيقه احنا تعبنا فيه الفيلم ده، يعني قعدنا نكتب فيه بقالنا شويه. واتفقت معاه على ميعاد ورحت قعدت معاه. فالراجل قال لي انا مضيت، وانا حسين ده يعني ميرسي ان انتوا بعتوا لي الدور ده وان انتوا افتكرتوني، وانا قلت للشريف عرفة الكلام ده، وانا ممتن منكم ان انتوا بعتوا لي دور مهم في فيلم مهم زي الراجل اللي بيدي التبس لصلاح في فيلم الناظر. وعمله وقد كان هو علامة في حياة وتاريخ هشام سليم. اضاف لنا طبعا، لانه هشام سليم رحمه الله عليه قيمه مهمه جدا في تاريخه الفني، ولكن احنا ما خذلناهوش برضو، من رغم ان الفيلم مليان نجوم مليان كوميديانات، واحد الليمبي ده كفايه يغطي على اي حاجه في الدنيا، لكن حافظنا عليه. وده الحقيقه المايسترو شريف عرفة اللي قدر يحافظ على الراجل اللي جه عمل معانا دور مهم وكان بمثابة يعني التيرنينج بوينت بتاعت صلاح في ان هو يبقى مهم ويبدأ يركز ويبقى يصلح المدرسة وساعتها هتستحق لقب ناظر.
الناظر صلاح الدين. بص، هو كان علاء ولي الدين مجتهد وبيحب يركز في التفاصيل وموسوس شوية، وده كان شيء صحي جدا. لما رحنا قعدنا اتكلمنا في الشخصيات وقعدنا قلنا له ان انت هتعمل الشخصية بتاعة التاريخي وشخصية الجواهر وشخصية البتاع، شريف عارفة راح عمل له بدلة عشان الام، بدلة دي رحمي هو اللي عملها بتاع العرايس، عمل له بدلة عشان يلبسها فوق البتاع، وجاب ستانت دوبلير يلبس الكروما. يعني هو مكان، هو الدوبلير ما ظهرش، بس هو شكل البادي او الكراكاس بتاع علاء نفسه الحجم، فلبس الكروما عشان يبدا يبقى في الشوت مكان الشخصيه الثانيه او الثالثه اللي كان بيمثلهم علاء. وكان مهم قوي ان في الديكور حتى الملابس اللي كانت بتعمل حتى ده انه يبقى البالت كلر ما تحرقش الكروما عشان يقدر يفصل وما يحصلش مشكله في البتاع. فكان علاء بيقعد في المكتب عند شريف، وبيجي عندي المكتب، وعند احمد عبد الله برده في مكتبه. كنا بنقعد كتير قوي نحضر للفيلم، وهو كان بيبقى عايز يعرف كل تفصيله عشان تساعده في الشخصيه. يعني مثلا كان بيقعد عشان يركب الباروكه بتاعت عاشور الناظر الاب الجيل فتره طويله قوي عشان يطلع بالشكل اللي هو يبقى علاء بالبدله اياها دي، وفي نفس الوقت يبان ان هو علاء عامل كده، ويركز قوي في ان هو ما يبانش ان هو متنكر، ان هو لا، شخصيه مستقره بذاتها اسمها عاشور فهي عاشور، فيركز في ده الكواليس. وكان يقعد يعمل لنا بروفات، والله كان بيجي عندي علاء يعمل بروفا البادي لانجوج الماشيه بتاعه عاشور غير الماشيه بتاعه جواهر غير ماشيه صلاح، فيقول لي بص لو انا مشيت زي بعضه قول لي عشان ما انا مش هاخد بالي. فكان يقعدني كده لغايه الساعه 4 الصبح انا عايز انام، يا علاء ارحمني. يقول لي طب بص همشي دلوقتي كده، انا دلوقتي مين؟ خلاص ده عاشور. قول الحمد لله. طب الماشيه دي مين؟ فاقول له دي جواهر. يقول لي طب كويس. الماشيه دي انا بقى عايز امشي، فاقول له ايه؟ دي صلاح. يقول لي طب قول حل باباك كده. لان لو قلت له لا مش عارفها دي مين، هيقعد يقعدنا تاني لغايه الصبح. مين ده؟ انا رسمي يا فندم، السكرتير الجديد. ودي راس تجيبها لي. الحقيقه علاء كان مجتهد، كان محب جدا لشغله، كان بيتفانى سبيشالي كمان في فيلم الناظر، عارف ان هو بقى عليه مسؤوليه بعد نجاح فيلم عبود ان هو يركز قوي في الدور وفي نفس الوقت شوف المعادله سايبها على الله. يعني تخيل المعادله عامله ازاي، انه يجتهد ويعمل عليه بس في نفس الوقت سايبها على الله. فاللي زي ده لازم ربنا يكافئه وينجحه طبعا. فؤاد المهندس جيت اتفرج على فيلم الناظر واحنا عزمناه، وكان هو صديقنا جدا، لانه في الاول احنا ايام فوازير الابيض واسود كنت انا كلمته ان هو يعمل معانا ضيف شرف وكده، بس كان صحته ما كانتش مساعداه فاعتذر عن العمل، بس فضلنا على تواصل معاه وكان بيكلمني وبتاع. فبارك لي في فيلم عبود بس ما قدرش يجي يتفرج عليه، بس لما سمع عن فيلم الناظر قال لي تعالى خدني وفرجني على الفيلم. فخدته ورحنا هيلت رمسيس اتفرج على الفيلم، واشاد بالفيلم جامد وانبسط جدا وضحك جدا جدا جدا. وكان بيقول عن الفيلم ده، كان الوقت ده ان النقاد، في بعض النقاد كانوا كتبوا بقى اراء انه الفيلم ده يعني هيبوظ التعليم في مصر، ويعني واحنا اول ما سمعنا الكلام ده الحقيقه اتفائلنا وقلنا الفيلم نجح. لانه طبعا ده اتقال على مدرسه المشاغبين، واتقال على اعمال كتيره جدا مهم. فهو بدا خرج، كان في عاملين له زي مؤتمر صحفي كده، خرج الاستاذ فؤاد واتكلم كلمتين حلوين جدا على الفيلم، وقال ان الفيلم ده ايقونه، هو صاحب اختراع في كلمه ايقونه، وهو اللي قال انه الفيلم قيمه تربويه مهمه جدا، لانه المسج بيمثلها الفيلم ممكن كانت تروح
مع الحتة اللي المؤلف والمخرج عايزينها أو صناع العمل عايزينها وينسوا الحتة الكوميرشل. طب اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اسمه لمبا ليمبو. انا افتكر ان احنا جبنا محمد لطفي ومحمد شرف يعملوا اوديشن. هو جاي راسم انه هيعمل الليمبي ازاي. اول لما نطق من بقه احنا بقينا على الارض. اجر محمد سعد في فيلم الناظر كان 10,000 جنيه. علاء ولي الدين كان بياخد 50,000 جنيه. فقررنا نشيل بعض المشاهد من كل الحقيقة كل الممثلين. ده ما كانش مكتوب في السيناريو. ده محمد سعد مدارس عاشور منذ فجر التاريخ ولغايه النهارده. ومن حقك تسالني ليه ما عملتش فيلم الليمبي. حاجه شخصيه جدا طبعا. انا تاني باكد انه شخصيه الليمبي مكتوبه على الورق عند احمد عبد الله في فيلم الناظر.